مكاسب الماتش النهارده، انت كسبت الماتش، كسبنا كمان. من ضمن المكاسب النهارده حارس مرمى هيكون مستقبل مصر والنادي الاهلي مصطفى شوبير. تعالوا نشوف مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي قال ايه بعد المباراه، ونرجع لحضراتكم مره اخرى. ما هو رايك في المباراه والنتيجه؟ أود الإشارة إلى أننا فزنا، ولكن للأسف تلقينا هدف قبل النهاية، وأنا فخور جدا بأداء مصطفى شوبير في النهائي. ليس من السهل أن تؤدي مباراة كهذه في النهائي، ونعلم أن مصطفى يلعب خلف علي لطفي وخلف الشناوي. الأمر ليس سهلا، ومصطفى لعب بدون ضغوط عليه، وكأنه لاعب يجيد هذه الأنواع من المباريات. مصطفى كان يؤدي بشكل جيد جدا في التدريبات، ولهذا ظهر بهذا المستوى. لسوء الحظ كان الشناوي مصابا، ولكن مصطفى شوبير أدى ما عليه. ما هو رأيك في المباراة القادمة في المغرب؟ لدينا فرصة كبيرة للفوز باللقب، ولدينا حراس مرمى كبار. ليس مهم من سيقف في المرمى، ولكن المهم أنهم جميعا سيكونون مساعدين لتحقيق الفوز والبطولة. ماذا تقول لشوبير بعد المباراة اليوم؟ سأتحدث مع مصطفى غدا، سأخبره أنني فخور به، ولكن عليه العمل بشكل كبير، عليه العمل على نفسه أيضا، وعليه مساعدة فريقه. هو أدى أداء جيدا، ولكن يجب عليه مواصلة العمل.